كيف تجدون مقامكم في بلادنا؟ وجدناها كما وصفها رسول الله، أرض صدق وملكا لا يضام عنده أحد. هكذا قال؟ نعم والله. فوالله لا أخيب ظنه، ما ينقص عنكم شيء إلا أذنتموني، وبابي مفتوح لكم جماعة أو فرادى. ما نقص عنا شيء أيها الملك، إلا الشوق إلى مكة أيها الملك. أبعد الذي لقيتم فيها؟ وطن المرء عزيز عليه أيها الملك، ولقد كان أحب إلينا أن يؤمن قومنا أو يذرون وما نحن عليه ونبقى فيهم، فإنما بعث رسول الله بلسانهم، ولا والله ما يحب شيئا أكثر من هداهم وهم يصدون. ذلك شأن الرسل، يغالب أحدهم قومه ويغالبونه، فإن غلبهم فازوا، وإن غلبوه خسروا خسرانا عظيما. ما أحسن ما قلت أيها الملك. ليتنا نستطيع أن نصنع لكم شيئا يهون عليكم حسرة الفراق، ولكن الصبر. معكم ولد عتبة كما علمت. وتعرف عتبة أيها الملك؟ ما زال تجاركم يفدون علينا، فيبيعون ويبتاعون، وقد يدخل علي بعضهم. أعرف أبا سفيان والعاص بن وائل وابنه عمرو بن العاص، ذاك شاب ذكي فطن ذو رأي، وقد أحببته وأنست به، ووددت لو يقيم معي، فما فعل؟